تلات رجالة جابوا لها عقدة من الجواز وسنينه، واللي قالوا طليقها في أول تعليق لي على انفصالهم هيخليك في حالة ذهول. ده سبب الانفصال نفسه مفاجأة كبيرة جدا محدش يتوقعها. ندى الكامل عملت بلوك من الجواز بعد ما جالها عقدة منه. يا ترى ايه اللي حصل بينها وبين خطيبها قبل الانفصال بساعات؟ هل قررت الانفصال بشكل مفاجئ ولا في مقدمات؟ طيب يا ترى ممكن ترجع لأحمد الفيشاوي ولا ما بتفكرش في الموضوع اصلا؟ يلا بينا في الفيديو ده نعرف كل التفاصيل. لك تالت مرة، وفجأة كده ومن غير سابق انذار خرجت ندى الكامل وقالت انا سنجل يا جماعة. الجمهور استغرب، والحكاية عمالة تدور في دماغ الواحد عشان ما كملتش سنة جواز. طيب ايه اللي حصل؟ ده اللي هنقول لكم عليه. ندى الكامل قبل ما تنفصل عن جوزها شافت انها اتنزلت كتير وعدت كتير علشان المركب تمشي، ومن الاخر كده كانت متواضعة معاه، وده دليل على التنازل اللي كانت بتعمله، وفي الغالب ده السبب الحقيقي ورا الجواز. طبعا التواضع والتنازل بيجيب ايه؟ بيعمل تراكمات. هي بقى عدت مرة واتنين وسمعت الكلام، وواضح كده انها ما كانتش عاوزة تزعل جوزها احمد خالد وقت جوازهم، لكن اللي حصل بقى انها كده خلاص جابت اخرها. الواضح اكتر بقى ان ندى الكامل ما كانتش بتظهر كتير وقت ما كانت بتجوزها احمد الفيشاوي، هي بس بتظهر معاه في صورة تطلع بيها ترند شهر قدام، وكل اخبارها مربوطة بيه. الكلام ده ما جاش من عندنا ولا حاجة ولا من تخميننا. اللي حصل ان ندى الكامل نفسها قالت في منشور ليها ان ما ينفعش تفضل متواضع في حاجات كتير، عشان ده هيخلي الناس فقدة للقدرة على رؤية الحدود المفروض تكون موجودة ما بينكم. طبعا احمد خالد هو كمان كان ليه تعليق لانه مش هيعدي الموضوع كده، ده قال ان اكيد في حكمة ورا اللي حصل ده، وربنا دايما بيعمل الخير، وكمان اعلن الانفصال وقال تم الانفصال بيني وبين زوجتي، وكمان طلب من الجمهور محدش يتكلم ولا يجيب سيرة اي حاجة من الخصوصيات اللي بينه وبين طليقته، محدش يتدخل في تفاصيل لان كل شيء اسمه ونصيب. المفاجأة ما كانتش في الانفصال بس، على قد ما كانت في الرومانسية اللي ظهروا بيها في فرح المخرج اسماعيل فاروق من اسبوع واحد. كان فيها رومانسية باينة جدا قدام الكاميرات والجمهور، كان باين عليهم قوي انهم بيحبوا بعض وكده، لكن حصل الانفصال وخلاص، واحمد خالد يبقى اخر زوج في حياة ندى الكامل. ما كانتش العلاقة دي بينهم عادية، ولا كان هو مجرد واحد حبها واتجوزه ابدا خالص، ده كان جارها من 10 سنين وقت ما كانت عايشة في دمياط، والاتنين كانوا ساكنين مع بعض في شارع واحد وبقوا أصدقاء، وبعدها حبوا بعض وما حصلش نصيب لحد ما جه النصيب واتجوزوا. فعلا ندى الكامل علاقة حبها وقت جوازها من أحمد الفيشاوي كان مختلف جدا في حياتها وفي حياته، ودايما هو كمان كان بيقول إنه بيحبها، ورغم إن جوازاته كتير إلا إنه لحد دلوقتي لسه ما اتجوزت حد غيرها، رغم إنها اتجوزت قبل بقى كل الرجالة اللي في حياة ندى الكامل دي. كان في أبو ولادها واللي هو كان أول جوازة ليها في حياتها، خلفت منه ثلاث بنات، ورغم إن ندى الكامل واحدة من المشاهير في عالم الموضة والأزياء وليها صور كتير مع ولادها على السوشيال ميديا، إلا إن الصور الأكتر ليهم كانت مع أحمد الفيشاوي، وهو اللي كان دايماً مهتم بيهم وبيعاملهم كأنه أبوهم الحقيقي. هما كمان كانوا بيحبوه جداً، وده كان بيعرضه للانتقاد بصورة كبيرة عشان كان مهتم بولاد ندى الكامل أكتر من اهتمامه ببنته لينا اللي كان في بينه وبينها مشاكل كتير، لكن كان هو بيعلن دايماً إنه بيحب بنات ندى الكامل وبيعاملهم كأنه أبوهم. مع وجود أكتر من زوج في حياة ندى الكامل، لكن المميز كان أحمد الفيشاوي، واللي ما اتجوزت بعدها، واللي لحد دلوقتي ناس كتير مستنية إنهم يرجعوا لبعض تاني. لكن الكلام الأكتر إن بقى عندها عقدة من الجواز والرجالة، والتلاتة دول كفاية قوي على كده ومش هتجرب تاني، بالذات إنها نشرت صور وقالت إن الصيف وحشها قوي وشكلها كده طالعة الساحل اليومين اللي جايين تغير جو. انتم بقى شايفين إن ندى الكامل والفيشاوي ممكن يرجعوا لبعض ولا خلاص كده؟